أنا مواطن تركي بس أنا اعتقلت بسوريا لمدة 21 سنة. أنا جزء من المعتقلات السورية. أنا كثير مثلاً بتمنى أروح شوف مثلاً صيدنايا كمتحف، أقول للعالم أنا هاي المفرد اللي بقيت فيه سنتين سكر علي ما في ضوء، كان الصراصير والنمل وأنا. اسمي ريال أولار، مواطن تركي. أنا اعتقلت بسوريا ب20/5/1996، بقيت لمدة 21 سنة بالمعتقلات السورية وفرج عني تماما ب24/12/2016. على سوريا هذا كان هدفي الأساسي، أني أدرس لغة، أتعلم بمعهد عربي لغة عربية. كان هون الجو اللي أو الإماجة والتصور اللي كان ناخده عن سوريا أنه هي دولة اشتراكية، أنه دولة أنه هي كانت تدافع عن الشعوب. طبعا أنا لما رحت على سوريا صراحة انصدمت، كل مكان ناس حاملين سلاح، بعد منها عرفت أنه هدول مخابرات فيما بعد أو ناس عساكر. يعني شوي شوي صرت أطلع على وضع السياسي في سوريا أو السياسي الاقتصادي، الجانب السياسي الاجتماعي الاقتصادي. طبعا صار عندي تصور ما عن النظام في سوريا، عرفت أنه بأنه هذا النظام كان نظام عسكري ديكتاتوري عسكري. كتبت مقال أنا وأصدقائي عن ثمانينات سوريا، اللي حصل بثمانينات سوريا، وخصيصا عن سجن تدمر، يعني عن وضع الإنساني بحت. كان وضع بعدها بالطريق اللفتهانسا قديش قال كيف أني المخابرات هني كما شوية ما بعرف، بس المخابرات كما شوية الكتابة وما حكوا شيء بوقتها، يعني ممكن يكون تركوني تحت المراقبة وهيك شيء. في أحد المرات كنت جاي من حلب بالباص أو السيارة، نزلوني عن الطريق، أخذوني لفرع حلب، فرع أمن السياسي بحلبية. فرع أمن السياسي بحلب حتى ما حكى معي شيء هنيك كتير، يعني أنا ليش حتى اعتقلوني ما بعرف، بس تحججوا هني بأوراق نظامية من شاني. ما كانت موجودة صراحة، كانت معي هذيك الوقت. كنت متوقع أنه كانت عادة بتصير، يعني أنه خلاص بدهم يسافروني لوين، على لبنان، أو برجعوني يسلموني للسلطات التركية. بس ما صار كل الشيء هذا، مثل ما قلت لك جابوني على الشام وتركوني هيك فترة 20 يوم. كنت متزوج وكان زوجتي اعتقلت معي لمدة 6.5 سنين اعتقلوها لزوجتي، وكانت بالتعذيب معي خطوة خطوة، وكانوا عذبوها قدام عيوني. وأنا آخر شيء الصراحة أنا ما انهرت، بس وصلت معي القصة أنه خلاص ما بقى أقدر أشوف عم تتعذب قدام عيوني. كان كل القصة هيك، يوم ورا يوم أحس أنه أنا عن جد محكوم مؤبد، أنه عن جد هدول ما عم يمزحوا معي، هدول اللي ذو الوجوه القبيحة، يعني ما عم يمزحوا معي هدول الناس. يعني بقيت بالسجن عدرا عن يقارب 9 أو 10 سنين بمكان بمهجع واحد بزاوية واحدة تماما، هيك استمرت معي. يارا بندى درمان سندى يا كندين جل يا ضبنا جلدى يا ربندا درمان سندا يا كندين جل يا دبنا جل دا دويرم يازمس نكي ساتر مكتوب. بعد 15 سنة تماما انه اجوا بلغوني انه خلاص انت مسموح تزور. كان معي احد اصدقاء اسمه دياب سرية، هو فقط كتبت له عنوان ضيعتي، عنوان اهلي، اعطيته اياه، غدر يهربوا من الشبك ويعطيه لامه وامه من سوريا. هي واخته اجت لهون على تركيا وعلى عنوان ضيعه بعيده كثير وجبليه، غدرت تروح تلاقي تسال لحتى وصلت لاهلي، لحتى غدرت توصلت لاهلي وجابت اخي واجت. بايار اخذ اجراءات بشار الاسد، منهم الغاء حاله الطوارئ. نفس اليوم تمام طلع مرسوم الغاء محكمه امن الدولي. لما التغى حاله الطوارئ ومحكمه امن الدولي رحنا ضبينا شناتينا كلها. يعني اجوا القضاة، انا من الناس اللي قلت لهم، قالوا لي شو حكمك؟ قلت لهم المؤبد. فصار هذا القاضي العسكري يفسر لي حكمي انه خلص المؤبد نزل على 20 اصلا. ايه بعد منه هذا اللي صار، جينا على عدرا بخينا بعد عدرا بخير، بعد منه 5 سنين بعد عدرا. طبعا ما كنت بعرف انه انا ممكن رح ينطلق صراحه. لما خبروني انا لاول مره اختلفت حياتي، هيك قلبت كثير. كان شعور كثير حلو ونفس الوقت حزين. حلو كثير انه انا بدي اطلع، حزين كثير اني انا الناس اللي رفقات اللي كانوا معي في صيدنايا حتى كانوا اجوا معي بعدرا، واكلت قتل كثير صراحه. يعني انا بعتقد اني انا بعتقد اني اكلت قتل عن كل تركيا كلها. يعني حب ارجع على اسطنبول مثلا، كنت كثير مشتغل اشوف البحر. بيجي زمن الانسان بينسى قديش البحر كبير. تركيا هي وطني، هي المكان اللي انا منتمي له. كنت بحلم يوم من الايام دائما بدي اطلع وبدي احكي للعالم انه هدول كيف عملوني، هذا البشاعه والوحشيه اللي عملونا اياها بالتعذيب. كنت لازم اطلع واحكي للعالم.
دائما نسأل نفس السؤال. أنا بيسألوني أنت طيب أنت ممكن تسامح؟ ما عندي مشكلة أسامح، بس قبل مسامحة في شيء لازم يصير، اللي هو المساءلة.